أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. ما صرح به وزير الدفاع المعين في إدارة ترامب يزلزل هذا الأربعيني ابن الأربع وأربعين سنة كل ما يتعلق بالعقائد السالفة حول مسألة السرية جدا والحفاظ على ما سمي بالروح المعنوية وأمريكا أولا كشعار، لكن في واقع الأمر يقول إن أمريكا متأخرة بعقد كامل عن الصين. إذا أول ما صرح به أن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ليست قوية ولا بد من قوتها، ويتحدث عن أهم شيء الصواريخ الفرط صوتية. لماذا الصواريخ الفرط صوتية؟ لأن هذه الصواريخ يمكن أن تدمر كل الحاملات حاملات الطائرات الأمريكية في حدود 20 دقيقة. 20 دقيقة لا يمكن لأمريكا أن تستغل السلاح النووي الذي لديها، لأن أهم ما لديها في العالم حاملات الطائرات، وعندما ستقصف ستدمر في 20 دقيقة الأولى على حد ما قال، نحن نتحدث عن وزير دفاع معين، فهو يقول في 20 دقيقة انتهت أمريكا. إذا الحرب مع الصين لا يمكن إطلاقا توقعها. هذه مسألة حاسمة أولى. والمسألة الأخرى والأكثر أهمية أنه يريد أن يتجاوز هذه البيروقراطية الكاذبة. إذا أمريكا اليوم يقول عنها وزير الدفاع المعين والصحافي، لأنه كان عسكريا في العراق وأيضا في أفغانستان، يعرف جيدا كيف تحرك الجيش الأمريكي، ويقول شيئا خطرا أكثر: في كل حرب جديدة نتأخر 10 سنوات. عندما يكشف الأمريكي تقنيته مثلا في هذه الحرب، فالأمريكي يبقى على حاله والآخر يتطور وتبقى 10 سنوات قائمة. يعني ليست المسألة فقط في هذا العقد، كل حرب تقودها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية فهي بشكل أوتوماتيكي تعطي فاصلا زمنيا يساوي عقدا من الزمن 10 سنوات لصالح الصين وبين قوسين أعداء أمريكا. هذا هو التطور الاستثنائي الذي لاحظه وقال بشأنه بأن مسألة الروح المعنوية وإلى آخره ما تحمله البيروقراطية ليس دقيقا، ليس صحيحا. البيروقراطية في الجيش الأمريكي إذن كاذبة، كل ما نسمع عنه حسب الوزير فأمر كاذب. وبالنسبة له فالصين لا تسعى أن تكون قوة إقليمية جهوية، يعني بحر الصين، إنما الأمر يتعلق بالبعد الدولي لدى الصين. هو لا ينكر ذلك، بل يقول بأن الصين لديها الرغبة في السيطرة على تايوان من أجل التحكم في سياراتنا، وهذا أمر معلوم بالنسبة للتكنولوجيا. لذلك فالسيطرة اليوم للصين سيطرة تكنولوجية. السؤال المطروح: هذه الفجوة الآن إن خسر الجيش الأمريكي هذه المعركة، فهل يجب أن يدبر أمر العالم؟ يجب أن تنتقل أمريكا إلى نقطة قوتها الاقتصاد. إذا المقاربة العسكرية للعالم فشلت مع أمريكا، ولذلك فما يقوله ترامب واستوعبه جيدا الشعب الأمريكي أننا فشلنا والجيش فشل مع روسيا، فشل ونحن فاشلون مع الصين. إذن ما بقي سوى الرهان على أمر واحد: ضرب البيروقراطية، ضرب الدولة العميقة، الوصول إلى التعاطي مع الاقتصاد. في الاقتصاد يمكن أن تستعيد أمريكا قوتها، وبقوتها يمكن أن تمول هذه 10 سنوات وأنذاك يمكن إعادة الانطلاق. لكن بهذه الطريقة التي يحارب بها الجيش الأمريكي بوسائله القديمة 10 سنوات، فهذا أمر
صعب جدا، ولا يمكن أن يربح الأمريكيون أي معركة. إذا أمريكا لا تريد أن تدخل المعارك لأنها ستفشل فيها. الوزير واضح ووضوح الشمس. إذا واضح جدا أن ما قاله وزير الدفاع الجديد كشف أمورا شديدة الخطورة وبوضوح كبير. لهذا فالبيروقراطية اليوم في داخل الجيش الأمريكي مهددة بالتفكك، هذا أهم ما أعطاه الآن. ثانيا أن التكنولوجيا يجب أن يسارع إيلون ماسك إلى آخره من أجل تجاوز هذه الفجوة. إذا الجيش عليه أن يتجاوز هذه الفجوة، ولن يكون إلا بإيلون ماسك بهذه الاستراتيجيات الجديدة باتجاه الفضاء، وهو الذي قال إننا سنحتل المريخ. إذا الأمر هنا بالنسبة إلى أمريكا، الأمر متعلق بأهم شيء، التكنولوجيا. إذا الصراع التكنولوجي فشل فيه الجيش وانتقل إلى المقاولة، إلى الشركة الأمريكية، وبذلك يمكن أن يكون الحل. فترامب صوت عليه بهذه الكثافة في أمريكا لأنها فعلا مهزومة وتريد الآن أن تصنع مستقبلها، أن تعيد تشكيل ما ستكون عليه مستقبلا. هذه أمريكا التي كشفها بشكل واضح وزير الدفاع. ومهم جدا أنه أولا رجل عسكري وخاض الحربين معا في أفغانستان والعراق، وثانيا أنه انتقل من 2014 إلى أن يكون صحفيا في فوكس نيوز. هذا كله وهو يحلل دائما كل التطورات العسكرية. ليكون صحفيا وعسكريا يعني بشجاعة يقول رأيه، وأيضا يكشف عن استراتيجية التي يجب أن يتجاوزها الجميع، لأن الكذب الأمريكي الآن أو صناعة البروباغندا لم يعد لها أي مفعول، لأن أمريكا يمكن أن تخسر حربا عالمية في 20 دقيقة. هل هذا ليس صادما؟ مؤكد أنه صادم، خصوصا وأن هذا الوزير قال بالفعل أن الصاروخ الفرد صوتي هو الحاسم. وأنا أتساءل الآن، كيف يمكن أن تربح إسرائيل وهي القاعدة المتقدمة لأمريكا ولدى إيران الصواريخ الفرد صوتية؟ هذا هو السؤال. إذن بالنسبة لهذه المعركة، وزير الدفاع يؤكد أن المعركة ضد إيران أصبحت من المتخيل. يعني أمريكا لا تستطيع أيضا أن تتعاطى مع الفرد صوتي، فكيف إن أضيف النووي؟ هذا أي رأس نووي على فرد صوتي، هذا يعني أن ما لدى الصين لدى إيران. وبالتالي فإن إسرائيل مهزومة، في واقع الأمر مهزومة، تحاول أن تصنع نصرا ضد إيران في ضرباتها، ولكن أمام شهادة وزير الدفاع فإن من يمتلك الصواريخ الفرد صوتية فقد امتلك في واقع الأمر القوة والنصر. وهنا نتحدث عن كتب كتبها، كتاب مشهور جدا أعتقد في هذه السنة اسمه الحرب ضد المحاربين، ويكشف الخديعة. هذه الخديعة جزء منها الآن يمارسه، لا يكتبه فقط، إنما الخديعة الآن يفصلها للإعلام وهو في موقع المسؤولية. هناك شيء آخر كبير للغاية، أن الروح الأمريكية تضررت لقرن كامل. يعني أن على أمريكا أن تعيد تربيتها لتكون قوية كحالة ما كان ما قبل ويلسون. وهذا يكشف أننا نتحدث عن تربية جديدة لشعب أمريكي للمئة سنة القادمة، لأن هذه التربية التي كانت في القرن الماضي انتهت. وبالتالي فعودة الروح الأمريكية في كتاب أيضا تطرح هذا السؤال، لينتهي إلى مفهوم الحرب الأمريكية. لكن هذه المرة لا يستخدم war، إنما يستخدم crusade. وهذا يعني أن
البعد الديني بالأساس في هذه الحرب يعني مع الصليب وليس The War العادية بدون هذه الحمولة. اختار في كتابه أن يقول ب American Crusade، وهنا أعتقد في 2020 عبر Center Street، وهذا هو الناشر لي، يتأكد أن بالنسبة للحرب الأمريكية فهي تختلف. فهو لم يستخدم American War، إنما استخدم كما ذكرنا Crusade للتأكيد أن هذا له ربط بتراث محدد، أيضا روح أمريكية كما سماها في كتاب 2022، للتأكيد على شيء مركزي بأن هذا التطور تطور يسيطر عليه المحافظون الجدد من جهة، ولكنهم أكثر واقعية دون أن يمارسوا سلطة دفاعية ليست لهم. يريدون تكنولوجيا للجيش كما يريدونها لأنفسهم، ولذلك فالأفق التكنولوجي هو الذي يمكن أن يحسم أي معركة ويحسم الريادة أيضا. وبالتالي فإن ما قاله اليوم ترامب ويسخر له إيلون ماسك بإبداعياته من أجل تجاوز سقف الصين تكنولوجيا وسقف آسيا عموما، وبالتالي فإن اليوم الحرب بمفهومها الأمريكي خسرها الأمريكي، ويريدون استعادتها عبر الاقتصاد وعبر المزيد من الاستثمار في التكنولوجيا للوصول إلى ذلك. هذا هو المقصد الرئيس فيما يجري. والواقع اليوم أردناه أم لم نرد، فإن إيران منتصرة اليوم على إسرائيل، لأن كل ما لدى إسرائيل أمام حزب الله كما لاحظنا، درونات فشل في اعتراض الدرونات، فشل أيضا في التعاطي مع الصواريخ النوعية. نحن نتحدث عن صواريخ نقطوية، لم ندخل بعد إلى الفرد الصوتية، وهذا كله والإسرائيلي يحاول أن يمرر بأن الفرد الصوتي لليمن حاول اعتراضه، وأن حيدس 3 تعترضه. في واقع الأمر غير ذلك، لأن الصواريخ الأيروباليستية يمكن اعتراضها، لكن كل إطلاق فرد صوتي من اليمن لم يستطع الإسرائيليون اعتراضه ولا فاد اعتراضه، هذا للحسم. إذن وزير الدفاع يرفع الحرجة ويؤكد أن فاد لا يمكنها أن تعترض إطلاق إيران للصواريخ الفرد صوتية، وأيضا إن انطلق من اليمن أو من غير ذلك، بما فيها أيضا الصواريخ الروسية. وبذلك فإن ترامب كان واضحا جدا التفاهم مع روسيا، لأن لديها تكنولوجيا فرد صوتية، وعزل الطرفين معا من أجل ألا يكون مثل هذا التكتل أمام أمريكا. وقد نظر وشوهد بشكل مباشر في الحرب الأخيرة، في السنة الأخيرة، عندما انهزمت أمريكا في إسرائيل، انهزمت أمريكا في إسرائيل، وهذا واقع الحال. والآن يزيد هذا الوضع تثبتا مع ما يحدث الآن في الجبهة اللبنانية. الانتصار الإسرائيلي كان انتصارا أمنيا استخباريا وليس نصرا عسكريا إلى حدود هذه اللحظة أمام القصف الجوي، ولكن لجهة لا تمتلك إلى الآن أي سلاح مقابل. فكيف لو كان السلاح المقابل أو ما يسقط فعلا الـM-Q9 في اليمن أو أيضا في إيران؟ فالأمر هنا سيختلف جذريا. لذا فإن وزير الدفاع الأمريكي اليوم هو الذي يوضح كيف انهزمت أمريكا أمام الصين، وانهزمت إسرائيل على الصعيد التكنولوجي وعلى الصعيد التكتيكي والاستراتيجي. الآن يمكن جمع كل هذا وإغلاق الحروب إلى حين أن تكون أمريكا في وضعية تقدم وتخلق هذا الفارق. أنا ذكرت ستفتح الحروب وستعيش بالحروب الآن، لأنها عاجزة تريد إغلاق الحروب. وكل حرب تستطيع أن تقدم فيها ما تقدم ترامب الآن، سمح بالمرحلة الثانية
لأنه رأى المرحلة الأولى في الحرب على لبنان سمح إلى جانب بايدن في تجاوز ما يسمى بالخط الثاني لقرى جنوب لبنان ما بعد 3 كيلومترات. لماذا ترامب يقبل بالحرب؟ لسبب بسيط جدا، لأن الآن لا يزال الوضع قابلا لمواصلة الحرب، وإسرائيل اليوم تريد أن تصل إلى آخر نقطة قبل أن توقف الحرب. هذا هو الدليل الذي نلاحظه، إقفال الحروب إلى حين أن تتجاوز 10 سنوات من التأخير، وآنذاك ستفتح أمريكا كل حروب العالم لاستعادة قواتها آنذاك بالطريقة التي تريد. أما الآن فلا، فهي ستدخل مرحلة كمون ولكن على أساس أنها القوة الأولى، إلى حين أن تكسب رهان تجاوز هذه الفجوة، وآنذاك سيكون لأمريكا حديث آخر. لن يختلف أبدا في الضرب النووي كما حدث في 1945 والضرب بجميع ما لديها والوصول إلى الإبادة الجماعية. فمن الإبادة الجماعية لهيروشيما إلى غزة، هذه هي أمريكا، وستدخل حالة انكماش من أجل تطوير ما سيقتل العالم مرة أخرى، ما تستطيع به ردع العالم مرة أخرى، لا أقل ولا أكثر. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.